ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنتكلم عن عمر ابن الخطاب، هنحكي لاولادنا قصه اسلام سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رفض الدعوه الاسلاميه في بدايتها. اول ما الرسول عليه الصلاه والسلام بدا يدعي الناس للاسلام وكده، سيدنا عمر ابن الخطاب كان رافض الدعوه جدا. فعرف سيدنا عمر بن الخطاب عرف ان اخته فاطمه وزوجها سعيد ابن زيد ان هما الاثنين اسلموا، فراح لبيت اخته لقاها لقى عندها، وكان زعلان جدا ان اخته وجوزها اسلموا او دخلوا الاسلام. فراح لبيت اخته فوجد عندها الخباب ابن الارض بيعلم اخته وزوجها القران، فراح ضرب اخته فاطمه فوقع من ايدها صحيفه ورقه مكتوب فيها بعض آيات القرآن الكريم. فكان عايز ياخد الورقة دي اللي هي اسمها الصحيفة يعني، أو الورقة دي، ويقرأ اللي فيها. فأخته رفضت إن هو ياخدها قبل ما يتوضأ. فتوضأ سيدنا عمر ابن الخطاب وبدأ يقرأ الورقة دي، مسك الورقة دي وقعد يقرأها، فأسلم في الحال، أعلن إسلامه في الحال وقال ما هذا بكلام بشر. وكان عمره وقتها 30 سنة. يبقى سيدنا عمر بن الخطاب دخل الإسلام أو أسلم وعمره 30 سنة، تمام؟ وأعلن عمر بن الخطاب إسلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، راح للرسول عليه الصلاة والسلام وأعلن إيه؟ وأعلن إسلامه. والرسول عليه الصلاة والسلام سماه الفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. الرسول عليه الصلاة والسلام سمى سيدنا عمر ابن الخطاب بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. وكان سيدنا عمر ابن الخطاب توفى ازاي بقى؟ وهو بيصلي الفجر طعنه لؤلؤ الماجوسي، ضربه يعني، حد ضربه طعنه كده اسمه لؤلؤ الماجوسي، تمام؟ واتقتل. فحزن المسلمون حزنا شديدا على وفاته، ودفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي قصة إسلام سيدنا عمر ابن الخطاب. يبقى احنا كده سيدنا عمر ابن الخطاب أسلم وهو عنده 30 سنة. السورة اللي قرأها هي كانت سورة طه، تمام؟ سمي الرسول عليه السلام أسماء الفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. كمان توفي قتلا، اتقتل عن طريق حد وهو بيصلي الفجر اسمه لؤلؤة الماجوسي، قتله، تمام؟ وده قصة سيدنا عمر ابن الخطاب، كان من الصحابة ومن الخلفاء الراشدين، تمام؟ نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وقصة جديدة. هنحكي كل مرة قصة من قصص أحد الصحابة أو قصة من قصص الأنبياء. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.